بس انا عارفه انك بتحبه وخايف عليه، بس ليلى موجوده هتاخد بالها منه. زين، النهارده التصويت، ما ينفعش ما تبقاش موجود. اطلع انت يا المكتب، حصلك على طول. سعيكم مشكور. امسك الرئيس. لما بابا وماما راحوا عند ربنا، جيت انا واخويا عشان نعيش هنا عند ستو. فاكر اليوم ده كويس قوي، كأنه مش من زمان. كنت مرعوب، كان جسمي كله بيترعش وانا على السرير مش عارف انام. فجأة خدتني كده في حضنها وقعدت تطبطب عليا وتقولي بس يا حبيبي بس. طول ما انا موجودة اوعى تخاف، اوعى تخاف، مش عايزك تترعش كده تاني ابدا. وفضلت تحكي لي في حواديت وتاخدني في حضنها لحد ما رحت في النوم. صحيت لقيتها نايمة جنبي. ومن يوم وهي كل حاجة في حياتي، كل حاجة. كان نفسي افرحها قوي بالشقه الجديده يا ليلى. انا عارف ان هي كده تبقى مبسوطه مش عشان الشقه، بس عشان كده هتشوفني بشتغل وناجح ومبسوط. هي عارفة ده يا إيد. يا رب هي عارفة ده.